وتعود والسيطرة على الكرة وعادت عز الدين دوخة هو من يضغط. شوف وين حارس المرمى وشوف الوحدة وين 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 ماركوس جاليرمي وبدون مرمى بدون حارس بدون حارس ما في حارس ما في حارس نجح ماركوس جاليرمي في الثالث فرسان مكة يتمسكون بالنقاط الثلاث وبثلاثة أهداف وهذا العاشق الوحداوي حضر لبريدة وقطع المسافة الطويلة لكي يفرح مع فريقه فبريدة تشهد انتصارا لأول مرة في التاريخ لأول مرة في تاريخ لقاءات الفريقين ينجح الوحدة في الفوز على الرائد ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا وماركوس جاليرمي هداف الوحدة بستة أهداف سجل في آخر اللحظات في آخر الثواني سجل في مرمى بلا حارس